الانتخابات البريطانية في 4/7/2024 حاسمة ومهمة، لأنها أول انتخابات تشريعية بعد العدوان على غزة، وبعد أن وقف البرلمان البريطاني في نوفمبر 2023 ضد تبني دعم وقف إطلاق النار في غزة. المحافظون، الحزب الحاكم اللي الآن فرصه تلاشت، والعمال اللي عندهم الفرص الأقوى. العمال اللي بقيادة كير ستارمر طول حياتهم بيعتمدوا بشكل كبير على الناخبين المسلمين والعرب في دعمهم في خزان انتخابي 1.5 مليون بيصب لصالحهم، الآن صاروا 2 مليون. هذا الخزان الانتخابي قررنا إن نوقفه لأجل أهلنا في غزة، وصار عندنا حملة الصوت العربي التي تتماهى مع حملة الصوت المسلم لتشجيع العرب والمسلمين في بريطانيا على عدم التصويت لحزب العمال، عدم التصويت لحزب المحافظين، عدم التصويت لأي شخص خذل غزة وأهلها، ودعم استمرار الإبادة بحق أهلنا هناك حتى لو بالصمت. لا نكتفي بذلك، بل لدينا مرشحين ندعمهم ليأخذوا هذه المقاعد عوضا عن أولئك الذين كانوا الأكثر سوءا في خذلان أهلنا في غزة ودعم الاحتلال بشكل غير محدود. موعدنا في 4 يوليو بهذا، ونأمل أن نحقق إنجازا، على الأقل إن لم ننجح بهزيمة العمال الذين يتوقع حسب استطلاعات الرأي أن يفوزوا، على الأقل نقلل من احتمالية فوزهم بشكل كبير، نجعلهم إن فازوا يفوزون فوزا صعبا مؤلما، يشعروا أن غزة آلمتهم.